ألو، اسم موقع التواصل الاجتماعي الجديد الذي بات يروج له بأنه المنافس المقبل لفيسبوك، لا سيما وأن ألو على الرغم من أنه لا يزال في فترته التجريبية فإنه يتلقى 45 ألف طلب انتساب إليه يوميا. ولكي تنضم إلى ألو تحتاج إلى أن تتلقى دعوة ممن أصبح جزءا من هذه المنصة الإلكترونية والانتظار. لكن كيف استطاعت شبكة التواصل هذه أن تجذب الناس في الفترة الأخيرة؟ الجواب يكمن في تعريف الموقع عن نفسه. ألو سيكون مختلفا عن عالم التواصل الذي يمتلكه معلنون، ولذلك لا يكون هناك إعلانات على الموقع، لأن ألو لا يريد لمستخدميه أن يكونوا سلعة. أن لا ترى إعلانات على موقع أمر جميل، إلا أن المشكلة في ألو هي أنه مزيج بين فيسبوك تويتر ومدونة تمبلر، وعلى عكس فيسبوك فهو سيلجأ إلى مبدأ بيع المستخدم بعض الخصائص، كأن تدفع دولارين إذا كنت تريد أن تتحكم بأكثر من حساب عبر بريد إلكتروني واحد. صاحب الفكرة يؤكد أن موقعه لا يزال في مرحلة التطوير، وتوقعات الشركة غير عالية أبدا، ولا تطمح إلى الاستيلاء على العالم بأكمله. لا شك أن أقبال الآلاف على الانضمام إلى ألو يؤكد أنهم تواقون لبديل عن فيسبوك، لكن هل سيشوفون غليلهم بألو أم أنه سيكون مجرد موضة عابرة؟